بمواصفات عاليه وتجهيزات حديثه يتهيأ مستشفى مساعد الذي تم انجازه حديثا من قبل وزاره الصحه بالحكومه الليبيه لافتتاح ابوابه للمواطنين ليغطي بذلك رقعه جغرافيه واسعه وباطقم طبيه متخصصه في اقسام نادره. ويوجد لدينا جميع الاطباء وجميع التخصصات الان في مدينه مساعد والان نحن سعيين لاستجلاب اطباء من جمهوريه مصر العربيه في القريب العاجل. يتألف المستشفى من ثلاث طوابق تسع لمائة وعشرين سريرا وغرفة للعمليات الجراحية وأقسام للولادة والنساء والأطفال وقسم للرجال ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال هذا العام بعد أن تم توفير كل الإمكانيات فيه تم تجهيز مستشفى مساعد العام بساعة 120 سرير بالكامل وتركيب جميع الأجهزة في داخل المستشفى أجهزة طبعا هي سي تي إكس ري طبعا ومعامل متكامله المفروض التخصصات اللي يكون موجوده طبعا نحن عندنا تخصصات الولاده بجميع انواعها بعمليات وولاده القيصريه والولاده الطبيعيه إنجاز مهم جاء بعد معاناة عاشها المواطنون جراء تردي الخدمات الصحية في أهم القطاعات الحيوية بالبلاد وفور افتتاح أبوابه للمرضى سيوفر الكثير من الجهد والوقت والمال وأيضا الأمل للليبيين